دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتستضيف مصر أعمال الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وده على مدار يومين 20 و21 ديسمبر الجاري. وشهدت القاهرة أعمال الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين برئاسة ممثل مصر. النهاردة المؤتمر الدولي السابع للإعلام CIC عن التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة هيشهد تكريم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وده نظراً للدور الكبير اللي قامت بيه في الفترة الأخيرة في معركة الوعي ومواجهة الحملات الإعلامية الممنهجة ضد الدولة المصرية والدفاع عن وجهة نظر الدولة في كل ما يخص الأمن القومي، سواء الدور اللي قامت بيه قناة القاهرة الإخبارية في نقل الحقيقة على ما يحدث في قطاع غزة وقبلها في السودان في ظل غياب الموضوعية والمهنية عن الإعلام الإقليمي والدولي، أو حتى الدور اللي قامت بيه قناة الوثائقية أو برامج التوك شو في قنوات المتحدة وأيضاً قطاع الدراما والمنصات الرقمية. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، من أهمها مباراة الزمالك المصري مع ساجرادا الأنجولي الساعة 6 بالليل، في نفس التوقيت مباراة مودرن فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري.